أوصله ما لقيهم حل طريقة تاني نحل عليها الليمات ونخلص منها، اللي هن زيرو على زيرو أو إنفينيتي على إنفينيتي، زيرو على زيرو بلس إنفينيتي ماينس إنفينيتي وزيرو ضرب إنفينيتي. هلا أنتوا لاحظتوا أنتوا عم تحلوا ليميت، أي أكتر فورمز مرقوا معكم؟ شو لاحظتوا أنتوا عم تعملوا ليميت؟ 0 على 0 100% اكثر اكثر شيء قال لكم تمرق معكم 0 ضرب انفينيتي، اول ثلاثه اكثر شيء بمرق معكم، بالاخص اول اثنين، اول اثنين على طول بمرق معكم. هلا قصه الانفينيتي على انفينيتي بتمرق اقل بكثير من 0 على 0، اكثر شيء يمكن تمرق معكم 0 على 0 ماشي الحال، وهيدي اللي اخر شيء نحن حكينا عنها وعملنا الطريقه شو لازم نعملها مع فاكتورايز النيوميريتر فاكتورايز الدنوميتر ومختزل. وقلت لكم وقتها في طريقه ثانيه وقتها حليناها قصه الدلتا والفلتا، انا برجع ان شاء الله هعمل الاكسرسايز بذكركم فيهم، وفي طريقه ثانيه اسهل من الدلتا واسرع، ما بعرف اذا علينا عليها ولا لا، بس ما نجح نحل عليها كل الاحوال. طيب هيدي الانديتيرمنت فورمز اللي بتمثل لكم بس نوصل لهم بدنا نلاقي طريقه ثانيه. هلا لازم نتذكر على طول انه عدد على انفينيتي اي على انفينيتي، والاي هون هو عباره عن عدد اوكي بيعطي زيرو، وعدد على زيرو بيعطي انفينيتي، وفي عندنا طريقه لازم نحدد اشاره الانفينيتي اللي هي تيبل اوف ساين ماشي كده نعمله. بعدين هون هي عم بذكركم فيها انه لنعمل اشاره الانفينيتي تو ديتيرمين ذا ساين اوف انفينيتي وي ميك ذا تيبل اوف ساين اوف ذا دينومينيتر، بتطلع عني بالدينومينيتر شو هو، اذا سكند ديجري بدي اعمل له تيبل اوف ساين عبر الدلتا، جاب الدلتا وطلع اكس 1 اكس 2 بعمل له تيبل اوف ساين بختار الاشاره المناسبه للزيرو، كمان رح نرجع والله ما انا شو رح عم حل. اوكي هلا بيبقى عندنا بعض القواعد اللي كثير بتفيدنا، انه ليميت اذا كان عندي على البولينوميال على الانفينيتي، مين بتذكر شو القاعده اللي كانت تطبقها اذا عندي ليميت على الانفينيتي وكان عندي بولينوميال؟ ناخذ اعلى باور 100%. اوكي بناخذ هايست ديجري افكتس، يعني اذا عندكم بولينوميال وليميت على انفينيتي مش على عدد بناخذ هايست ديجري. اوكي وإذا كان فوق بولينومال تحت بولينومال نفس العملية، بياخد أعلى ديجري فوق وأعلى ديجري تحت، بس قبل ما تعوضه نختزل. أوكي يعني يمكن فوق أعلى ديجري عندي إكس باور 4 تحت عندي إكس باور 2، بطير إكس باور 4 مع إكس باور 2. أوكي ما تعوضه قبل ولا بتعلى قبل الإنترنت فوق. حطيتهم يا نوت إنه بنعمل سمبليفاي بيفور سبستيوتينج باي إنفينيتي، قبل ما نعوض بدنا نختصر. بيبقى عندنا قصة ال 0 على 0 اللي هي هلا آخر شيء كنا عم نحكي عنها، هي بنعمل فاكتورايز النيوميريتر والدينوميتر، وهون رح نرجع نحكي عنها إن شاء الله حنعمل نعمل اكسرسايز. أوكي هلا هون قصة الأسيمتوت، إذا عدد أعطى إنفينيتي وإذا إنفينيتي أعطى عدد بنعرف إذا إكس ليميت إكس تنس تو إي، إي هون المقصد فيه عدد أوكي أعطى إنفينيتي بيطلع عندي vertical asymptote، وإذا infinity برقم 8 أعطاني عدد بيطلع y equal horizontal y equal a horizontal asymptote. أوكي المبدأ هذا هو كل أفكار الدرس اللي بنقوم معنا لهلا. أوكي بيبقى عندنا جزء ثاني بنحكي فيه إن شاء الله المحاضرة الجاية، هلا رح نركز على هول الأفكار لنعمل اكسرسايز تقريبا شامل لأنه هون. أوكي قبل ما أبلش في حدا عنده شي سؤال؟ أنا كله واضح ماشي. اوكي انا كمان رح نعمل اكسرسايز بسيط، هو سبق ما يكون يا عمر وقتها ما صح هون احنا وياكم، هذا هو كان عباره عن اربع افكار ماشي. هنبلش باول واحد عندي هول ليميتس الاربعه بدنا نعملهم كالكوليتر. اوكي هنبلش باول واحد ليميت على انفينيتي، وهون بس بننتبه شوي للسؤال، هو عباره عن جزئين مش بس بدي احسب ليميت، بقول لي calculate the following limits and deduce the equation of the asymptote when they exist. إذا عندك asymptote اللي احنا عرفنا اللي أخذناه هن vertical asymptote horizontal asymptote، إذا لقينا عندنا asymptote بدنا نحكي عنه، إذا لا ما بجيب شو يصير. أوكي هنبلش بأول لعبة، عندي ليميت على plus infinity ل x cube plus x minus 5 على x minus 7، شو رأيكم هون شو في يعمل؟ ناخذ أعلى بعض 100% بياخد اعلى باور 4 واعلى باور تحت، ليميت اول شيء على انفينيتي وعندي فوق بولينوميال تحت بولينوميال. اوكي طيب بس لحظه استاذ وبرجع شوي. اوكي
بس عزم تأخرت عليك. كنا عم نحكي هيدا الليمت. اوكي مثل ما انت قلت صح، ناخذ اعلى ليمت فوق، عفوا اعلى ديجري فوق واعلى ديجري تحت. اوكي هي اكس كيوب على. طيب شو رايكم لازم نعمل بعد؟ سمبليفاي 100%. برافو. اوكي هذا كنت عم بحكيه وقت السمري، انه اذا عوضته دغري اول ما تعمل سمبليفاي بتعلقوا انفينيتي انفينيتي بيتر من فوق. اوكي لما نعمل سمبليفاي شو بيبقى عندي؟ x2 على، فينا نحط 1 x2 على 1، فينا نحط 1 وفينا نطير 1. اذا ال1 بين تحت فينا نطيره بس فوق لا. اوكي يعني اذا بقي فوق 1 بالنيوميريتر بتخلوه 1 ما تطيروه، هذا غلط، بس تحت بالدينوميتر فينا نطيره. اوكي يعني عندنا 1 على x سكوير ما في طير 1 لفوق، بتبقى 1 على x سكوير. اوكي بين x سكوير على 1 في حط اكس في شيء مية بالمية. اوكي انه في بعض التلاميذ بيغلطوا بالشغلات. اوكي فهون بيصير عندي ليميت للاكس سكوير، وبعوض هلا بلس انفينيتي باور 2 بيعطيني اخر شيء بلس انفينيتي. طيب هل عندي اسيمتوت بهذه الحاله؟ لا لا يا استاذ. 100% برافو، انه اذا لاحظت بلشنا بانفينيتي بغض النظر ماينس ولا بلس اعطانا انفينيتي 100% نو اسيمتوت. اوكي يعني هون بنكون عملنا كالكوليت للليميت، انه هيدي بس نروح على بلس انفينيتي جواب الليمت عم يطلع بلس انفينيتي. هذا اول فرق. ثاني فرق الليمت على 2 بلس ل 7 على اكس ماينس 2 بنعوضها كلها 100%. هون بالعدد ما تفكروا ناخذ شيء لا على باور ولا شيء، بس لو عدد دغري بتعوضوا. اوكي مباشره هلا ما تتلبكوا 2 بلس، بنعوض 2 بس، بعدين بيجي شغل البلس لفوق حسب النتيجه اللي بتطلع. اوكي طب نعوض محل الـ x2 اوكي بيطلع عندي الجواب 7 على 0. طيب شو بيعطينا في الحالة؟ انفينيتي انفينيتي 100%. اوكي هون رح يعطيني الجواب النهائي انفينيتي. بيبقى علي حدد اشارة الانفينيتي يا بلس يا ماينس. شو بنعمل بهيدي الحالة؟ نعمل انه x minus 2 does not equal to 0. 100% يعني تيبل اوف ساين مظبوط، بيخلي تحت ديفرنت تو زيرو وبحلها وبطلع ديفرنت، بطلع لها تيبل اوف ساين. هلا لانها فيرست ديجري، هي دي فيرست ديجري مش سكند ديجري، ما بدها دلتا، ما في داعي اخذها ديفرنت تو زيرو، خلص دغري في حط جنبه الاكس ماينس انفينيتي بلس انفينيتي وبحط بلس انفينيتي 2 100% شي صفرت على 2 وقتها عوضنا 2 اوكي واكس ماينس 2. اوكي شغلي بس باللي تحت ما خصني باللي فوق. اوكي بس خصني بالاكس ماينس 2 مش ها. اوكي طيب كيف بعبر اشارة الجدول هون؟ اوبوزيت بين الماينس انفينيتي والبلس وال 2 مظبوط، يعني ماينس بلس. اوكي حدا عنده شي سؤال لهون؟ اوكي هلا نحن بدنا نحدد يا بدي اخذ اشارة الماينس يا بدي اخذ اشارة البلس. هون بيجي الشغلة 2 بلس، لما يكون عندي 2 وفوقها بلس هيدي اشارة البلس فوق بتقول لي انت اكبر من 8، انت بعد الاثنين. بيجي لعندي الجدول لما كنا بعد الاثنين شو كانت الاشارة؟ هيدي الاثنين بلس مظبوط، بعد الاثنين اشارة بلس، هون 2 بلس. لو ماينس هيدي الجهة هي 2 ماينس. اوكي الإشارة هيدي بلس، البلس ما بحطها على الإنفينيتي، وين بحطها؟ عند الزيرو. بحطها على الزيرو، يس. 100%، بنحط إشارة بلس شفتوا وين؟ عند الزيرو. أوكي، وبرجع بقول هيدي الإشارة بلس، أ بلس بيعطيني هون آخر شيء بلس. أوكي، عاد هون عندي أسيمتوت بهالحالة ولا لا؟ إي يا أستاذ، لأنه رقم عطانا إنفينيتي. مظبوط، أول شيء شو الإيكوال؟ مظبوط x equal من هو العدد؟ 2 2 يا استاذ مظبوط x equal 2. طيب طبعا عندي حد vertical ascension مظبوط، فهون بقول له x equal 2 vertical. هلا vertical فين بتختصروها vr والاسمتوت asy هون فين بتختصروها بهالشكل. طيب حدا عنده شي سؤال هون؟ اوكي ثاني وحدة. تالت فرع
بيلي كمان عندي ليميت على 3 بلس 2x minus 3 على minus x square plus 2x plus 3 كمان مثل ما تقولوا لي رح نعوض ضد 3 يعني محل x نحط 3 نشوف شو بيطلع عندي ما في ياخذ على باور على باور انه مش انفينيتي اوكي نعوض محل x 3 يعني هل المحل مثل ما لاحظوا محل كل x بنحط نحن 3 اوكي نعمل كالكوليشن هذه ما ننتبه شوي للكالكوليشن استاذ اوكي انه عندكم اغلبكم اغلب كالكوليشن ما انتبهنا فهون بيصير عندي فوق 6 ماينس 3 تحب ننتبه لشغله هل باور 2 ما لها علاقه بالماينس هون اوكي يعني ما حدا يفكر انه هي بتصير بلس بتبقى ماينس انه الماينس مش جوات البارنتس اوكي ف 3 باور 2 هي 9 ضرب الماينس اللي برا بتصير ماينس 9 اوكي بصير عندي بلس 6 بلس 3 لما نحسبهم فوق راح يعطيني 3 وتحت راح يعطيني 0 كمان نفس العملية أو نفس الطريقة بيطلع عندي إنه عدد عن 0 شو راح يعطيني؟ Infinity Infinity 100% أوكي هلا إذا بتلاحظوا الفرق بين هيدي أستاذ واللي قبلها إنه اللي تحت مش first degree second degree هي 100% هي إجباري حلها بالتفصيل يعني ما بدي أحط الجدول دغري اللي عملته اللي قبل هي بدي أخليها different to 0 وحلها على الدكتور هي بتزبط هون على سبيشال كيس في حدا يقول لي شو هي سبيشال كيس هون بتزبط A بلس B مظبوط إذا بتجيبوا A بلس C مظبوط إذا بنحسب A بلس C هلا أنا حليتها لأنه على الدلتا كرمال إذا أغلب الأوقات ما بتزبط سبيشال كيس أوكي هلا اللي بينتبه لسبيشال كيس بيوفر عليه وقت فهون A بلس C إذا بنحسبها عند الـ A هي ماينس 1 والـ C هي 3 بطلع جواب 2 اللي هي البي يعني بجمع الاطراف هيدي الاي وهيدي السي واعطاني المين البي اللي بي طيب شو بستنتج من هيدي 2 اوكي انه الاكس 1 ايكوال ماينس 1 والاكس 2 هي ماينس سي على اي ماينس سي على اي هلا ليكو عشان تتاكدوا من اجوبكم انه صح واحد من الاكس 1 والاكس 2 بيطلع 3 100 لازم يطلع 3 على اول واحد طلع ناقص واحد الثاني لازم يطلع اجباري 3 اذا ما طلع 3 في غلط بالكالكوليشن عندنا اوكي فهي ماينس سي على اي قاعده بتقول لي هيك تين واحد ايكوال ماينس يعني ماينس 3 على ماينس 1 مزبوط الاي هي ماينس 1 بيطلع جواب 3 العدد اللي بيطلع اوكي هاي اذا حليتها على سبيشال كيس بيطلع اكس 1 اكس 2 هلا انا حليتها على الدلتا فراح احط قدامكم الدلتا مثل العاده اوكي هيدي الاي وهيدي البي وهيدي السي وانا بفضل استاذ لما تكونوا بتحلوا على الدلتا حطوا قدامكم اي قديش البي قديش والسي قديش هيك بتقل عليكم الاغراض الكالكوليشن نعرف الدلتا هي بي سكوير ماينس 4 اي سي اوكي هي ما رح طبعا فيها كثير محل البي بعوضها والاي والسي هي ما يمكن نفهم نعمل كالكوليشن للدلتا بيوصل معي جواب النهائي انه هي 16 بوزيتيف it has two distinct roots اوكي طلع على x1 اللي هي a minus b minus radical delta عملها اوكي ال b هي 2 اوكي وما نش ننسى مضروبه ب minus بصير عندي minus 2 minus radical delta هي 16 اوكي وال a هي minus 1 اوكي و radical 16 بنعرف انها هي بتطلع 4 بصير عندي minus 2 minus 4 على minus 2 هلا في يختزل minus 2 ب minus 2 برايكم؟ شو رأيكم هون؟ بس لأنه 2 ماينس لا ما سمعت بحط ولا جواب النهائي بيطلع ماينس 4 شو رأيكم بالموضوع هاي؟ طيب لانه عم بسالكم هذا السؤال لانه في بعض اغلبتم هيك لا غلط اختزل ماينس 2 بالماينس 2 اوكي السبب هو ناقص 6 على ناقص 2 بتصير 3 لانه ماينس مع ماينس بتصيروا هلا في بعض التلاميذ انه بيلاحظوا عندي فوق ناقص 2 ناقص 2 يلا نختزلهم دغري اوكي هلا هذا الاختزال هو بالاساس انه طريقه الاختزال الواحد يفكر فيها مش غلط بالعكس بتفيدني بس بهذا
وصل لنا هون الاختزال غلط، يعني ما في اختزال ماينس 2 بالماينس 2، السبب انه في عندي ماينس هون بالنص. اوكي لو بيناتهم ضرب، يعني محل الماينس اللي هون جاي ضرب، كان في طير ماينس 2 بالماينس 2. اوكي هي بدي انتبه. هلا شوي مش مأكد حاله انه الاختزال عم يعمل صح او غلط، ما يعمل اختزال بالمرة، يعمل كالكوليشن عادي. يعني هلا ماينس 2 ماينس 4 يعطيني ماينس 6 اوكي، وتحت ماينس 2. هلا نحن بحالتنا هون اصلا ما فيش اعمل 65 بالمرة. اوكي بصير عندي ماينس 6 على ماينس 2 يعطيني الجواب هو 3. اوكي وهذا الشيء الطبيعي يطلع عندي. اوكي بصير لي هون كلامي. اوكي الاكس 2 لانه هون ماينس بي ماينس راديكال دلتا، هي بصير ماينس بي بلس راديكال دلتا، نفس الارقام كل شيء نفس الشيء، بس محلها ماينس اللي هون تجي بلس. اوكي فهون ما راح اقطع شوي على السريع، بصير عندي 2 على ماينس 2 اخر شيء اللي هي بتطلع ماينس 1. اوكي هل عنده شيء مش مفهوم هون قبل ما تكفي؟ لا تمام. اوكي هلا لاحظتوا اول شيء خليته على سبيشال كيس يعطي نفس الجواب، الفرق بتنحل بسطرين. اوكي واللي بيحل على الدلتا كمان مش غلط، بس انه راح يكون مع وقت شوي اكثر. اوكي طيب نحن هل هدفنا بس اكس 1 اكس 2 بقى، شو لازم نوصل بعد؟ شو لازم نعمل بعد؟ نعمل ساين 100%. نحن هدفنا تيبل اوف ساين، بس نحن تيبل اوف ساين ما في اعمله الا اجيب الاكس 1 واجيب الاكس 2، صار عندي الاكس 1 والاكس 2، هلا بيجي التيبل. هلا صرفنا نعمله. اوكي 100%. بحط مثل العادي اكس ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. اوكي وبرتب الارقام والايكويشن عندي اللي تحت اللي هي هيدي، انا شغلي بس بدي النيوميتر اللي تحت. اوكي هي اللي بتنحط هون هي ماينس اكس سكوير بلس 4 اكس بلس 3. اوكي هون الماينس 1 و 3 بحط عليهم بشكل عام، شطب عليهم ليش؟ لانه هن بيصفروا الدينوميتر من هون ديفرنسي. هلا اللي ما بينتبه انه لازم يشطب هي مش غلط. اوكي بس اذا واحد يكون جوابه كثير دقيق بالشغل يعني بيشطب عليهم، بس بس ما بنحاسب عليهم هيك، مش دقيق مش لهالقد نحن عم نفوت بالتفاصيل. اوكي طيب بما عندنا الاشارات اللي بالجدول، شو رايكم بالاشاره اللي بالنص؟ خلينا نبلش بالنص، هي مش بتصفر هون وهون بلس بلس، هي كيف ذكركم القاعده بين الصفرين اوبوزيت يعني بلس، وبرا بتيجي سين هون سين يعني ماينس بلس ماينس ماينس. هلا علي حدد اي اشاره لازم اخذ من هذا الاشاره، اللي بيحدد لي الاساس هي هيدي 3 بلس. حط القلم انا على 3 لانه شغلي على 3. 3 بلس بتطلع على اليمين ولا على الشمال لورا؟ لا على اليمين يا استاذ، لانه على اليمين 3 بلس اكبر من 3 يعني بعد ال 3، هيدي 3 بلس يعني تطلع ماينس. لا ماينس ميلي. الماينس بتحطها وين؟ عند الانفينيتي؟ على الزيرو. على الزيرو 100%. بنحطها هون. وماينس ولا بلس ماينس؟ يعني بتطلع ماينس انفينيتي. ماينس انفينيتي. كمان عندنا ماينس 100%. طيب شو رايكم هون؟ عندي اسمبتوت او لا؟ ايه استاذ عندي. اللي هو استاذ عنا. ايه اكس ايكوال ولا واي ايكوال؟ اكس ايكوال 3. اكس ايكوال 3. vertical asymptote. vertical asymptote. مظبوط. اوكي. طيب. هل عندي شيء سؤال هون؟ اوكي. واضح يا استاذ. اوكي. نوصل لاخر فكره كنا عم نحكي عنها اللي هي زيرو على زيرو، راح تبين معناها بهيدا الليمت. اوكي. كمان لانه رقم استاذ ما راح اطول عليكم اكثر من هيك هون بالتفصيل، راح اعوض محل الاكس 3. اوكي بنعوض فوق 3 تحت 3، بنتبه شوي للكالكوليشن بس. اوكي سي باور 2 يعطيني 9. اوكي 8 بلس 6 يعطيني 24. اوكي يعطيني 0 على 0. اوكي هون مين بتذكر شو كنا نعمل لما يعطينا 0 على 0؟ هذا انديترمنت فورم. شو الحل بهيك 0 على 0؟ استاذ اول شيء بنجيب الدلتا، بنعمل دلتا مظبوط يعني فاكتورايز بالعنوان العريض اللي قلنا نحن هو فاكتورايز، نعمل فاكتورايز للي فوق وفاكتورايز اللي تحت. هلا اللي فوق انتم لاحظتوا انه سكند ديجري، فراح تعملوا دلتا. اوكي بذكركم بالقاعدة اللي هي بتاعت الدلتا، شو هي؟ هي قاعدة واحدة a x minus x1
x-2 اوكي فلو قدر عملنا فاكتورايز ده هاي لي هون اوكي لازم طلع على x1 وطلع x2 بطلع على x1 وطلع على x2 بيطلع دلتا اوكي هلا اللي تحت هي first degree first degree بس عليه يطلع هل في common من x2 و3 بس مش اكتر برايكم في common بيناتهم هون ال x2 و3 لا يا استاذ لا تبقى x مع 3 يعني فيش عمالة فاكتورايز اوكي the first degree يعني كيف في عمالة فاكتورايز مثلا اذا كان تحت عندي 2x minus 8 مثلا شو في common بيناتهم هون دي استاذ 2 ناخد 2 لبقى اوكي بيبقى عندي x minus 4 بس هذا هو شغلة ال first degree ما بده دلتا ولا بده شيء بس ال second degree اللي يكون عليها power 2 بتجيب دلتا وطلع منها x1 x2 وعملها فاكتورايز على هيدي القاعدة اوكي طيب خلينا بأول شيء نبلش بالدلتا اللي هي تعيد أول وحدة اوكي بخدمة العادة equal to 0 اوكي أخذت فوق equal to 0 بحلها على الدلتا اوكي كمان ما راح أطول عليكم بدلتا الكالكوليشن هذه p square minus 4ac اوكي بعوض كل شيء قيمته بيطلع مع الدلتا بيطلع فوق هلا كمان عشان تتأكدوا من جوابكم انه صح واحد من الروتس لازم يطلع عندي هاي بس رامز اوكي اذا ما طلع واحد منهم ولا واحد منهم 3 للاكس 1 والاكس 2 عم تحسبوه في شيء غلط اوكي فطلع الدلتا بوزيتيف في عندي 2 ديستانت روتس اللي هن اول واحد ماينس بي ماينس 3 كالدلتا على 2a اوكي بعوض كل شيء بيمته هم ننتبه شوي البي هي ماينس 8 مع الماينس اللي هون بصير بلس 8 راح اصير طارق الماينس اللي بيغلط احط ماينس وماينس 8 دبل اوكي صار ماينس 4 فالماينس والماينس صارت بلس اوكي بس هي ما انتبه اوكي بعدين عندي الاي هي 1 عوضناها 1 اوكي وبعوض صار عندي راديكال 4 هي 2 اوكي صار 8 ماينس 2 يعني 6 على 2 بيعطي جواب يعني 6 على 2 يعني بيعطينا 3 مظبوط واحد من الروس بده يطلع هذا الرقم اللي عندكم اياه تحت الليمت اوكي ممكن يطلع x1 ممكن يطلع x هي لواحد منهم بس انه واحد منهم يطلع هذا الرقم اوكي هلا انا هون مغلط ماينس بي بلس راديكال دلتا هذه كانت ماينس 1 ومحلها الماينس بيكون بلس اوكي بس انا حللها على اساس بلس ماشي فبصير عندي a بلس 2 على 2 بيطلع جواب اخر شيء هو 5 اوكي هلا بيصير عندي بعد ما جبنا الاكس 1 والاكس 2 نحن هدفنا لا تيبل اوف ساين ولا شيء هدفنا هيدا الفاكتورايز اللي شايفينه هون هيدا بيجي بيقول له انه هيدا الاكس سكوير ماينس 8x بلس 15 ايكوال حسب القاعده يعني تطلع 1 برا مظبوط اكس ماينس 3 مظبوط واكس ماينس 5 100% هيك كنا عملت فاكتورايز لمين؟ لهيك حان عنده مشكلة فيها هيدي؟ أنا لا عملنا فاكتورايز للي فوق طلع هيدا جوابها اوكي اتفقنا اللي تحت ما بدش فاكتورايز ما في يعمل فاكتورايز فخلص ما في يعمل شيء يعني كل اللي بيعمله هلا برجع بكتب الليمت من اول جديد اوكي وبس محل هاي بتاني خطوة بعوض هيدا الجواب اللي طلع عندي اوكي انه هيدي صار بتساوي هيدي هون هو هالفاكتورايز فوق اوكي شو اللي بتلاحظوه استاذ لما عملنا فاكتورايز هلا؟ عندنا الاكس ماينس 3 مشترك بين فوق وتحت هيدا هو هدف الفاكتورايز انه اعمل سمبليفاي بين عندي شيء فوق وشيء تحت طيروا معه اوكي اذا ما بين شيء طير مع حدا في شيء غلط بالفاكتورايز بده يكون اوكي فبصير عندي ليميت لهيدا اكس ماينس 5 على 1 وبعوض محل الاكس 3 صار عندي 3 ماينس 5 على 1 في شيء ال 1 اصلا من قبل ماشي ها يطلع جواب النهائي هو ماينس 2 هيك بكون خلص اللعبه عندي اسمتوت هون شيء؟ لا استاذ ما عندي لانه رقم طلع رقم طيب حدا عنده سؤال علي هيدي؟ انا تمام اوكي هلا نحن اللي خلص فهمان قاعدة الدلتا في خلالها هلا رح اعلمكم طريقة تانية كيف فينا نعمل فاكتورايز من دون ما نفوت بالدلتا هيدي بتزبط بس على السكند ديجري
ليه بكتبه لها الشغلة؟ مش على فيرست ديجري ولا على باور 3، بس على سكند ديجري. بس هي هدف الطريقة توفر عليكم وقت. اوكي، فأنا راح أحاول كل ما تمرق معنا 0 على 0 حلها بطريقتين، حلها على طريقة الدلتا وحلها على الطريقة اللي راح أشرحكم إياها بعد شوي. اوكي، اللي بيلاقي الطريقة اللي بتريحه بفهمه مظبوط فيها بحلها على حي طريقة بده إياها. اوكي، فأنا بحلها هي ذات الليمت. اوكي، بس مش على طريقة الدلتا، على طريقة تانية. هلا هذه الطريقة بستعملها بس بكون بدي أعمل فاكتورايز. اوكي، كيف في أعمل هلا فاكتورايز؟ لما أفرض قصة الدلتا وكالكوليشن هون بس عشان توفر عليكم وقت. فمثل العادة عم نعمل كالكوليت الليمت لهيدا، ونعملها 0 على 0 وما نعمل فاكتورايز. اوكي، خلينا نحن على طريقة الدلتا، خلصنا منها طلع جواب ماينس 2. اوكي، هلا الطريقة الثانية اللي بدنا نحل عليها هي التانية، هي مثل تريك صغيرة، يعني هي مش انه قاعدة بتزبط او شيء، هي تريك بتزبط معنا هون بتسائب على السكند ديجري. اوكي، هي ولا شيء استاذ، برجع بحط اللي مش طلع معنا 0 على 0، هذا في عمل فاكتورايز اللي فوق وفاكتورايز اللي تحت. هلا اللي تحت اتفقنا عليه ما بنعمل له فاكتورايز، فشيخ دي بس فوق. اوكي، برجع بكتب ليميت. اوكي، هلا هون بدي اياكم تتبهوا شوي اللي بتعملوا، لانه هاي دي سكند ديجري بتفتحوا تو بارنتيسيس بين الشكل. اوكي، واللي تحت ما راح تتغير، راح تبقى اكس مال 3، ما فيش عمل فيها شيء. اوكي، هلا كيف بعد البارنتيسيس اللي حطيتهم هون فوق؟ اول شيء على طول على طول على طول اول بارنتيسيس ببلش باكس على طول، هون فين الاكس ما بتتغير لي. اوكي، على طول بحط اكس. هلا شو بعبي جوات او حد الاكس هون؟ بتطلع بالرقم اللي تحت اللي هو 3. اوكي، بضربه بماينس، شو بيعطيني؟ ماينس 3. هو هون 3 شكها. لو كان عندي x رايح على minus 3، يعني عندي limit كان بضرب هاي دي بمانس عندي plus 3. اوكي، فبحط هون ساعتها plus 3. اوكي، برجع بالكم شو هي الخطوة الأولى، بنحط x. اوكي، بعد ما نحط x بتطلع بالرقم تحت، إذا عندي إياه 3 بحط حدا minus 3، إذا عندي إياه minus 3 بحط حدا plus 3، يعني بس بضربه بماينس. اوكي، وبيصير عندي واضح اول بارنس كيف طلع؟ واضح. ايه استاذ واضح. هلا بيحدوا هون بدكم تكتبوا لي شوي، لك شو بيجي بعمل؟ بتطلع بالاكس سكوير وبالاكس، بعمل اكس سكوير بقسمها على اكس، اكس سكوير ديفايدد باي اكس شو بيعطيني؟ اكس x بحط هون x. اوكي، هلا الحد ال x كيف بطلع؟ هلا بيجي عند الارقام اللي بالنص ما له شغل، بيطلع بالرقم اخر شيء هون، عندي زائد 15 وهون عندي ناقص 3. اسمي ناقص 3 مظبوط، بحط على جنب ناقص او على الالح بال 15 اسمي ناقص 3 قديش بيعطيني؟ ماينس 5. ماينس 5 الاشاره بدي انتبه لها. اوكي، ماينس بس إذا بترجعوا لورا بتلاحظوا إنه أعطاني x minus 3 ضرب x minus 5 وقتها حلينا على الدلتا. هلا هي بشكل عام هي ما راح تعطيكم نفس الجواب حول الدلتا، إنه الـ a بطريقة الدلتا كان حطها برا، هلا هي الطريقة بتكون مضروبة بوحدة من البرتس، هلا لأنه الـ a هي واحد طلعت معنا عشان هيك ما فرقنا في الجواب. أوكي، بس بشكل عام هي الطريقة رح المختصرة اللي فيها نشتغل عليها. حد عنده شي سؤال على أي خطوة تفهمناها؟ واضح للكل؟ ايه واضح استاذ. فالبرنس مثل ما قلت لكم فوق، على طول هون ببلش باكس، بتطلع هون عندي يا 3 بحط محدد عكسها ماينس 3. اوكي، هلا كيف بعبي ثاني برنسز؟ بقسم اكس سكوير على اكس بيعطيني اكس، برجع بقسم 15 على ناقص 3، بقسم 15 اسمي ناقص 3 بيعطيني ناقص 5. اوكي، مثل العادي هاي وهاي هاي وبعض يطلع جواب اخر شيء ماينس 2. بس انكم شفتوا الحالة كمان بسطر واحد، هذا الفرق بين اللي حليناه على الدلتا وهيدي الطريقة بلا دلتا اللي بدكم فيكم تحلوا على اي وحدة بدكم اياها. اوكي، بعد ما نحل بس اوكي، حد عنده شي سؤال هون؟ اوكي، بعد ما نحل بس ليمت بسيط بنوقف.
عندنا ليميت على ماينس انفينيتي على اكس بلس 2 على اكس سكوير ماينس 1. شو رايكم هون فينا نعمل؟ ناخذ ناخذ اعلى اكس ماينس 5 بدنا نعملها انه على الدلتا. ليش دغري رحت على الدلتا؟ على اللي كان عم يحكي اول شيء على باور على باور صح 100%. صح اعلى باور على باور 100%. بس شوفوا انفينيتي دغري يروح على هذا الكاد. اوكي ما تروح دغري على الدلتا قبل ما تعودي رقم، اذا كان عندك رقم تعودي وتشوفي هل بحاجه الى دلتا او لا. اوكي مش على طول بس لقيت سكند ديجري بدي بلش دلتا، لا بعوض اول شيء اذا كان عندي رقم وبشوف شو بيطلع عندي. اوكي هلا انفينيتي اسهل واسهل بالموضوع، بياخذ اعلى باور فوق على اعلى باور تحت، اعلى باور فوق للاكس هو اكس ما في غيره، تحت عندي اكس سكوير. طيب بعدين شو بعمل؟ يعني بتصير 1 على اكس 100%. نعم سمبليفاي 100% بصير 1 على اكس، وبعوض محل الاكس هلا ماينس انفينيتي، بصير عندي 1 على ماينس انفينيتي. طيب عدد على انفينيتي شو بيعطي؟ 0 0 برافو. طيب هو هون قصادا مرقت عشان نشوف اسالكم هل في عندي اسمتوت او لا؟ ايه استاذ هيس مظبوط. هلا هون شو رايكم؟ اكس ايكوال ولا واي ايكوال؟ استاذ لا اساس واي لانه هو رقم هون واي ايكوال لانه لايكون انفينيتي بس كمان يكون انفينيتي يعطي رقم بيكون واي ايكوال. الرقم اللي اعطاني اياه هون هيدا على طول هيدا الرقم اللي بيكون هون هو عباره عن واي هوريزونتال يعني واي ايكوال 0 انه الرقم بيكون عندي هون هوريزونتال اسمته 100%. اوكي يعطيكم العافيه. اذا في حدا عنده سؤال في ثانيه.